نحكي عن material balance calculations. أحياناً بتكون في عنا الأسئلة مو يعني السيستم اللي أنا معطى معي أو البروسيس اللي عم بتصير عندي ما بتكون والله مثلاً دايركت معروف عندي شو اللي عم بيدخل واللي عم بيطلع، أو إنه كل المعلومات اللي بتخص هاي البروسيس متوفرة عندي، مو دائماً بيكون هذا الإشي معي أو لصالحي. وأحيانا ممكن تكون معي معلومات بس تكون البروسيس كتير كبيرة، إشي عم يدخل إشي عم بيطلع إشي عم بيلف إشي عم بيرجع إشي عم بيصير له ريسايكل، فبتكون البروسيس شبه معقدة. طب لما أنا بدي أجي أحلها وأفسرها، أنا من وين أبلش؟ شو اللي أخده؟ إيش الأولى أبلش فيه؟ هاي الأشياء كلها ما يعني إلها أساسيات ينمشى عليها لحتى نوصل للحل الصح بخطوات صحيحة بدون ما الواحد يضيع وقته أو حتى يتخربط. أول إشي بدنا نعرفه ما يسمى بالفلو تشارت. الفلو تشارت هي عبارة عن الرسم أو المخطط اللي راح يسهل علي أني أنا أحط فيه المعلومات المتوفرة معي والمعلومات اللي أنا كمان بدي أحصل عليها. يعني إحنا نيجي مثلا نشرح، بل خلينا نرجع على الأمثلة اللي قبل، نيجي هون نحكي تبع الميثانول ووتر ميكسشر، انه انا خلطت ميثانول خلطت ميثانول وخلطت ووتر وشفت شو الميكسشر اللي طلع عندي. هلا فعليا انت لما بتحكي عن الاشي او لما تطبق العملية بالحياة العملية، انت مثلا جبت كوب من هاي كوب من هاي وخلطناهم بفلاسك كبير، بس انا لما اجي بدي امثلها واحل عليها، فانا هون بعمل درو للبروسيس بفلو تشارت. فهاي ما تسمى بالفلو تشارت، اني انا مثلت العمليه اللي عندي بهذا المربع كانه هي هذه البروسيس اللي عم بتصير، والاسهم هدول هم الستريمز، هاي مثلا هاي عباره عن الكوب، هاي عباره عن الكوب، وهاي عباره عن الفلاسك الكبير اللي انا جمعت فيه، او انا اللي يعني البرودكت اللي عندي. فهاي هي الفلو تشارت، انك تعرف انت شو انا هاي بقصد فيها بروسيس، والستريمز هدول انا بقصد فيهم شو اللي داخل وشو اللي طالع. فاول اشي احنا لحتى نرتب حلنا ونرتب طريقه حلنا ونعرف نحل صح، بان نعمل درو the process units and any streams connecting them بشكل إيش؟ بشكل على شكل flowchart. تاني شغلة لازم نعرفها هيها، طبعا هم بلش من هنا واحد بس أنا بلشت أحكي إن اثنين ما فرق. بحكي لك هون خليني أعمل لها highlight. write the values and units of all streams variable at the location of the streams on the chart. يعني أي value معي، أي وحدة معي من اللي أنا بعرفهم أحطهم بالستريمز اللي عندي. هاي أنا مثلا عندي هون عملية process عم بتصير وهذا stream داخل عليها، أنا والله ذكر لي إنه أنا عندي feed هيو عم بيقول لي أو flowing at a rate 400 mol per hour، أنا لازم أحطها. وين أحطها؟ أنا بحطها فوق الستريم لان هي عباره عن الفلوريت الكلي. هلا شو اللي بحطه تحت؟ ممكن تكونوا لاحظتوا احنا يعني صرنا واخدين 3 اكزامبلز، مفروض نكون انه احنا لاحظنا انه احنا فوق بنحط الفيد الكلي الفلوريت، سواء كان مولر فلوريت او ماس فلوريت. طبعا احنا اغلب امثلتنا بنتعامل مول فلوريت او ماس فلوريت، ما عندي فوليوم فلوريت. لو أعطاني بسؤال فوليوم فلوريت فأنا ما بكمل حل على أساسه، بحوله لماس أو لمول. إذا حكينا فوق الستريم أنا بحط المولر فلوريت الكلي الفيد اللي معي، وتحت بحط الفراكشن للأشياء اللي أنا عم تدخل عندي، أو الأشياء اللي يعني بدها تدخل بالعملية أو اللي بيتكون منها الفيد الأساسي. يعني زي هون for example a stream containing 21 mol oxygen and 79 nitrogen at 320 celsius and 1.4 atm. وقعد ذكر لي temperature والpressure. طبعا إحنا هون بأمثلتنا اللي عم نحلها يعني حاليا رح تكون temperature والpressure عنا ما لهم أي دخل بحساباتنا، لقدام حيصيروا يفرقوا معانا. إذن عرفنا كيف نعبر عن نستخدم ونحط على الشارت تبعتنا الفاليوز واليونيتس اللي عندي.
هنا معبر بطريقة تانية إنه أنا مش شرط أحط تحت أحطها أحط تحت الستريم بإنهم فراكشن، ممكن أنا أعبر عنها عادي، أعبر عن النيتروجين كفلو وفلو عم بيدخل لهذا السيستم، أو أعبر عنها بفراكشن، التنتين ما بفرقوا. عرفتوا يعني الأريح لكم حسابيا أو الأريح لعينكم إنكم تحلوا عليها، بس بالنهاية إنه إحنا بدنا نراعي شغلة الفراكشن، وإنه حيكون لو هون مجموعهم التنتين لازم يطلع 100، أو لو كانوا أكتر من تنتين بالنهاية كلهم 100، وهون نفس الشيء بالنهاية اللي هي الدلتا واي تكون بتساوي عندي 1. هون عم بيحكي عن تقريبا نفس الفكرة، كماس هون باوند ماس، بستخدم يونيتس انها باوند ماس، قلنا بزبط معنا مولات بزبط معنا ماس، اما الفوليوم ما بزبط انا اعبر فيه. Assign algebraic samples to unknown stream variables and write these variables names and their associate. Okay, بحكي لي هنا. For example, if you didn't know the flow rate of the stream described in the first illustration of step one, you might label the stream. إنه أنا ممكن إنه أنا ما مثلا يعطيني الفيد قد إيه عندي. مثل في المثال اللي حليناه آخر شيء كان مش الفيد، كان عندي البرودكت الكلي مجهول، فإحنا عبرنا عنه بشو؟ بإن دوت، كنا عم نحكي عن مولات فعبرنا عنه بإن دوت، أي مول فلوريت يعني المول بير أي وحدة زمن. أوكي، فأنا لازم أستخدم الدلالة المناسبة اللي تدل، يعني استخدم الرمز، يعني انا مش منطق انا عم بحكي عن مول عم بيدخل او مول عم بيطلع واجي والله استخدم له اكس ولا ام ولا في. طب ما خلص احنا متعودين الان احنا عم نحكي عن مولات، الفوليوم عم نحكي عن حجم، الفي عم نحكي عن حجم، الام دوت عم نحكي عن ماس فلوريت، الاكس والواي خلص تعودنا عليهم انه احنا لما نيجي نحكي عن فراكشن وعن الى اخره، فان احنا نستخدم الرمز المناسب وبنفس الوقت نراعي وناخد بعين الاعتبار أنا شو الوحد اللي أنا عم بمشي عليهم. أوكي، هون نفس الشيء هيذاكرها، لما كان المجهول عندي الفراكشن فعبر عنهم بواي، ويعني مش رح أجي أعبر والله عن الفراكشن المجهول عندي بإندوت، طب ما معروف الإندوت لشو، معروف الواي لشو، فهاي برضو من الأشياء اللي لازم ننتبه عليها لحتى ما نخربط، يعني كله بالأخير برجع لإلنا، يعني لما بدنا نيجي نحل بالامتحان أو إلى آخره الحل هو والأرقام هي بس إحنا اللي بنحل، إحنا حنخربط حالنا بحالنا إذا ما حنستخدم الرموز الصحيحة واللي مناسبة لهذا المكان. أوكي، هنا على شغلة اللي فلوريت، إحنا عارفين لما بنحكي عن فوليوم بحد ذاته فهو في، أما لما أنا أحط دوت فوق فأنا عم بحكي دوت، هاي حكينا عنها قبل إن إحنا عم نعبر هيك عن عادي الكمية بير تايم، ماس بير تايم، مول بير تايم، أو فوليوم بير تايم. في شغلة هنا نسيت خليني أحكي أنبه عليها، إنه في عنا أشياء كمان بتسهل علينا الحل. هون عم بيحكي لنا إنه على شغلة الفراكشن وإحنا حلينا عليها قبل، يعني مفروض أصلاً هاي الخطوات يعطوها بالأول بعدين نحل، هما بلشوا أمثلة بعدين حكوا، يمكن لأنه حتصير الأمثلة اللي جاي إنه هيك أعمق فعشان هيك ذكروهم هون. فهنا بيحكي عن لما مثلاً نعبر عن مول فراكشنز، هيها مول فراكشنز، فمثلاً إجينا حكينا إنه أنا عندي air وحكينا عندي O2 وحكينا عندي N2 وأعطاني إنه الـ O2 مثلاً تساوي 0.5. اوكي طبعا اكيد هي مش هيك بالاير، اظن 0.2 كانها، خلينا نحكي اوكي 0.2، فانا لا ارادي رح اعرف انه حتكون الان 2.8. كيف انا عرفت؟ لانه الفراكشن عندي must be come انها تساوي 1، فانا رح اعمل 1 ماينس البوينت 2 احصل على البوينت 8. هلا لو ما هاي مثال بالاير وهي كانت عندي الاشياء واضحه، طب انا لو ما حدد لي اصلا لا كم الاو 2 ولا كم الان 2 فانا كيف حاعبر عنهم؟ راح احكي زي ما هون هيو حكي الواي، هي
هي الاوتو. طب الانتو اروح افرض رمز جديد ولا اروح اعمل؟ لا لا لا، ما دام مجموع الوايات كلهم قد ما كان، طبعا مش شرط بس تنتين، يمكن يكون عندي اكتر من عنصر، فشو بعمل؟ مثلا لو عندي كمان عنصر ثالث، هي شوفوا عبر عن واحد ماينس واي. لو عندي انا ثلاث عناصر فانا بحكي 1 ماينس واي الاولى ماينس واي الثانيه، انه هاي حتكون واي 2 هاي واي 1. اوكي، فتنتبهوا على شغله انه مجموعهم واحد. اوكي، الشغله الثانيه بقول if you are given that the mass of stream 1 is half that of stream 2 the masses of these streams m and 2m rather than m1 and m2. اوكي، هون كمان يحكي لك انه انا لو بالسؤال ذكر لي انه ممكن يقول لي انه انا الماس الاولى عندي بتساوي نصف الماس الثانيه، فانا مش شرط اقعد انا اعمل رمز لكل واحدة، هاي ام واحد وهاي ام اثنين، واعجق حالي. طب ما دام التنتين بقدر احطهم بدلاله واحدة، هيك انا اسهل علي الحل، صفى عندي باعتبار او بفرض انه مجهول واحد، باجي بحكي الاولى عباره عن نص الثانيه، او بحكي الثانيه هي ضعف ال أولى، وهيك أنا بيسهل علي الحل. If you know that there is three times as much of nitrogen by mass in a stream as oxygen, label the mass fraction 3y and y1. تقريبا يعني نفس الفكرة اللي هلأ حكيناها، إنه إحنا لما مثلا أو إجا حكالي إنه هاي 3 تايم لهاي، بتعرفوهم هاي الأشياء الهاف النصها الثلثها ثلاث ارباعها، فإني أنا أعبر عن الوحدة بدلالة الثانية. يعني أنا بدل ما أقعد أنا أعجق حالي هون بحكي لك عن الأكسجين والنيتروجين واي 1 واي 2 إلى آخره، فإجا على السريع عبر بإنه فرض إن حكى إنه الأوتو هي الواي، ولما إجا يعبر عن النيتروجين بما إنه بقول لك هو إنه 3 تايم من النيتروجين بالستريم تبع الأكسجين، فإجا عبر عن الأوتو بالواي، والنيتروجين ما إنها بدلالة الأكسجين فهي حتكون عبارة لها إن ثلاث أضعافها تكون عبارة عن 3 واي. أوكي، فهي هاي بالنهاية كلها يعني هون هدول ما حددناهم، هاي بالنهاية كلها هيك يعني مش أشياء حفظ، هاي أشياء إنه أنت لحتى تساعدك بالحل، يعني أنت لازم تكون على دراية فيها لحتى تساعدك بالحل وبترتيب أفكارك. يعطيكم العافية، وإن شاء الله بنكمل بفيديو جديد.